السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض جنرال اكزام رقم 35 من كتاب ماي نيو فريند، كتاب الامتحانات الشاملة، كتاب المراجعة العامة والنهائية لعام 2022. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. ولو دي اول مره تشوف القناه يشرفني اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره تانية ويلا بينا نبدا بسم الله. واول سؤال عندي بيقول choose the correct answer. number 1 take care of this watch it is not. الاجابه هتكون كلمه variable اللي هي صفه معناها قيم او ثمين غالي يعني، والجملة معناها اعتني بهذه الساعة لأنها قيمة. كلمة vocational صفة معناها مهني، على سبيل المثال لو قلت vocational training يعني تدريب مهني، وهي متاخدة من كلمة اسمها vocation اللي معناها نداء رباني أو استعداد طبيعي. يعني ايه نداء رباني؟ لو حطيناه في جملة عشان نوضح المعنى، لو قلت علي followed his vocation to build a mosque. يعني ايه الجملة دي؟ يعني علي اتبع النداء الرباني اللي جاله كده ان هو يبني مسجد، في حاجة من جواه قالت له ابني مسجد فهو بنى مسجد. دي معنى كلمة نداء رباني. طب يعني ايه استعداد طبيعي؟ يعني لو قلت على سبيل المثال جملة بالشكل ده she has no vocation for teaching، يعني هي ما عندهاش استعداد طبيعي انها تشتغل في التدريس، من جواها مش حاسة انها عاوزة تشتغل في التدريس. كلمة available دي صفة معناها متاح او متوفر، وكلمة fictional صفة معناها خيالي، متخدم كلمة fiction اللي معناها خيال. number 2 before you mentioned about him I not of that novelist. الإجابة هتكون زمن الماضي التام I hadn't ever heard. انت عندك هنا before وجاي بعدها ماضي بسيط، يبقى انت محتاج هنا ماضي تام، والجملة معناها قبل ما تذكر لي اللي هو الروائي ده، قبل ما تذكر لي عنه أو تحكي لي عنه أنا كان عمري ما سمعت عنه قبل كده. رقم 3 the not of building houses is to protect people from changeable weather. الإجابة هتكون كلمة purpose اللي هي هنا معناها غاية أو هدف أو غرض، والجملة معناها إن الهدف والغاية من بناء المنازل هو إننا نحمي الناس من الطقس المتغير. كلمة result معناها نتيجة، كلمة airport معناها مطار، وكلمة freelance بتمشي اسم معناها عامل مستقل اللي هو واحد بيشتغل كده لحسابه، وبتمشي صفة معناها مستقل، وبتمشي ظرف معناها بشكل مستقل. لو حطيتها في مثال، مثلا لو قلت a freelance journalist يعني دي معناها صحفي مستقل، هنا freelance تعتبر صفة بتوصف كلمة journalist. طب لو قلت مثلا she works freelance يبقى هنا freelance تعتبر ظرف بتوصف الفعل work. طب لو قلت she works a freelance يبقى هنا freelance اسم معناها عامل مستقل. رقم 4 there has been a decrease in the number of applications since the report on environmental pollution in the newspaper. الإجابة هتكون كلمة appeared اللي هو فعل معناه يظهر، وهنا جاي هنا ماضي ظهر، والجملة معناها في كان في أو يوجد انخفاض في أعداد المتقدمين منذ التقرير بتاع التلوث البيئي اللي ظهر في الجريدة أو الصحيفة. طبعا انت هنا عندك القاعدة بتاعت المضارع التام اللي هو بيجي عندك مضارع تام اهو، وبعدين سينس، وبعدين جملة ماضي بسيط.
طب انت عندك هنا ماضي بسيط تاني لكنه مبني للمجهول، بس الفعل appear ده فعل intransitive يعني فعل لازم لا يوضع في المبني للمجهول. هو واخوه اللي اسمه disappear برضه disappear فعل لازم لا يوضع في المبني للمجهول، فاحنا هناخد الفعل اللازم. رقم 5 young men should take the views of their parents into account. الإجابة هتكون into account، والتعبير ده اللي بيقول take something into account معناها يضع في الاعتبار. التعبير ده اسمه take something into account معناها يضع شيء في الاعتبار. والجملة معناها إن الشباب ينبغي أن يضعوا آراء والديهم في الاعتبار قبل ما يقدم على فعل شيء معين، يبص يشوف الشيء ده هيتفق مع آراء وجهة نظر الوالد أو الوالدة أو لا. statement دي معناها تصريح أو بيان أو إفادة. delivery معناها تسليم أو توصيل. consequence معناها نتيجة أو عاقبة. رقم 6 reading literature helps us to become more tolerant and not towards others. الإجابة هتكون كلمة empathic اللي هي صفة معناها متعاطف ومشتقة من كلمة empathy اللي معناها التعاطف أو المشاركة الوجدانية. الجملة على بعضها معناها إن قراءة الأدب بيساعدنا إن احنا نكون أكثر تسامحا وتعاطفا مع الآخرين أو تجاه الآخرين. كلمة مور بيجي بعدها طبعا صفة طويلة المقطع زي ما احنا عارفين لما نيجي نعملها مقارنة، فانت غالبا طالما عندك هنا صفة وجاي بعد منها حرف عطف فاللي هيجي بعدها لازم يكون كمان صفة اللي هي كلمة ايه؟ empathic. انما كلمة impact ده فعل معناه يؤثر وبياخد حرف الجر on، يبقى impact on يؤثر على، وبتمشي اسم كمان بيكون معناها تأثير. كلمة enthusiast دي اسم معناها شخص متحمس. interact ده فعل معناه يتفاعل. رقم 7 the project achieved good results another word for results is not. بيقول المشروع حقق نتائج كويسة. كلمة أخرى لكلمة results طبعا الإجابة هتكون كلمة consequences، لسه قايلينها إن consequence معناها نتيجة أو عاقبة. infections ممكن تيجي بمعنى، هي جمع كلمة infection، infection دي ممكن تيجي بمعنى إصابة أو عدوى أو مرض أو تلوث أو نتانة أو عفونة أو قذارة، كل دي من معاني كلمة infection. predictions جمع كلمة prediction اللي معناها تنبؤ، وكلمة incomes جمع كلمة income اللي معناها الدخل، وفي حاجة اسمها national income اللي معناها الدخل القومي بتيجي في الترجمة. رقم 8 I enjoy not moments I spend with you. الإجابة هتكون كلمة all عشان جاي بعدها اسم معدود جمع، لكن every of مفيش حاجة اسمها every of أصلا، every ما بجيش معها of. كلمة each of لازم يجي بعدها حاجة من المحددات، يعني مثلا نقول each of the moments each of وبيجي بعدها صفة ملكية قبل كلمة moments. المهم لازم يجي هنا حاجة بين كلمة of وبين كلمة moments، يجي the أو يجي مثلا صفة ملكية أو يجي اسم إشارة، حاجة من المحددات، ما ينفعش كده each of moments على طول. و each لوحدها ما تنفعش عشان each بيجي بعدها اسم معدود مفرد. رقم 9 thanks to public not groups the park has been saved. الإجابة هتكون كلمة action. action بتيجي بمعاني كتير جدا، بتيجي بمعنى عمل أو نشاط أو فعالية أو إجراء قانوني مثلا أو إجراء وخلاص. الجملة على بعضها معناها بفضل مجموعات العمل العام الحديقة العامة تم إنقاذها. فيكشن معناها الخيال. فراكشن معناها كسر أو جزء، الكسر اللي هو مثلا زي 1/3 اللي هو التلت، يعني ده الكسر اللي أنا قصد عليه. سانكشن بتيجي بمعنى عقوبة أو جزاء أو رادع، أو بتيجي برضو بمعنى ترخيص رسمي. ده لو جت اسم، لما بتيجي فعل بتكون معناها يجيز فعل شيء يعني، أو يسمح رسميا بشيء. رقم 10
Adam was angry because he not to his friend's party. الإجابة هتكون wasn't invited اللي هو مبني للمجهول منفي، والجملة معناها إن أدهم كان غاضب لأنه لم يدعى، يعني لم يتم دعوته إلى حفلة صديقه. طبعا السياق بتاعك ماضي was، يبقى المضارع ده مش هينفع. عندك كده الماضي التام، وعندك هنا الماضي البسيط، وعندك هنا الماضي التام بس مبني، الماضي البسيط لكنه مبني للمعلوم. احنا قلنا احنا محتاجين مبني للمجهول، وده برضو مبني للمعلوم مش هينفع، احنا عايزين مبني للمجهول. رقم 11 She wrote many books on matters related to نقط and religion. الإجابة هتكون كلمة culture اللي هي معناها ثقافة، والجملة معناها إن هي كتبت كتب كثيرة عن مواضيع متعلقة بالثقافة والدين. cultural صفة معناها ثقافي، culturally بشكل ثقافي ظرف، و culture دي صفة معناها مثقف، شخص مثقف يعني. رقم 12 The teacher told us that the earth not round the sun. الإجابة هتكون كلمة goes، ورغم إن فعل القول ماضي لكن الفعل هيجي مضارع لأنه بيعبر عن حقيقة علمية. الجملة معناها إن المدرس أخبرنا إن الأرض تدور حول الشمس. المسألة اللي بعدها رقم 13 The نقط gardens of Babylon are thought to have been built in the ancient Babylon. الإجابة هتكون كلمة hanging، ومفروض تبقى الاتش دي كابيتال لأن أنت بتتكلم عن اسم علم. hanging gardens of Babylon معناها حدائق بابل المعلقة، ودي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وهي العجيبة الوحيدة التي يعتقد بأنها أسطورة من نسج الخيال وليس لها وجود في الحقيقة. حتى هو هنا بيقول لك are thought، يعتقد بأنها بنيت في مدينة بابل القديم. المسألة اللي بعدها رقم 14 Wait there and I'll not someone to help you with those bags. الإجابة هتكون كلمة get لأن جاي بعدها شخص عاقل مفعول وبعدين to زائد المصدر، والجملة معناها انتظر هناك وأنا سوف أجعل شخص ما يساعدك في هذه الحقائب. لو كنا عاوزين ناخد هاف كان يبقى لو شلنا تو ده كنا ممكن ناخد ايه، ناخد هاف، أو ممكن كمان ناخد ميك. رقم 15 The custom of arranged marriage still not in many countries. الإجابة هتكون كلمة exists اللي هو فعل معناه يوجد، والجملة معناها إن عادة الزواج المرتب لا زالت موجودة في دول كثيرة. يعني إيه الزواج المرتب؟ إن هو مثلا إن واحد يكلموه على واحدة فيروح عشان يشوفها وهو ما كانش يعرفها قبل كده، فيرتبوا ميعاد إن هو يروح يشوفها فيشوفها فتعجبه فيتجوزها، اللي هو بنسميه عندنا في مصر زواج صالونات. كلمة exits فعل معناه يخرج، insights فعل معناه يحرض، وبرزست معناه فعل معناه يصر أو يثابر، وبتاخد حرف الجر إن يصر على، وبتساوي insist on برضو اللي معناها يصر على، بس الفرق بينهم إن persist بتاخد إن وinsist بتاخد on. رقم 16 retirement نقط be an unhappy event. الإجابة هتكون كلمة shouldn't اللي معناها ينبغي ألا، والجملة معناها إن التقاعد إنه إن الواحد يطلع معاش يعني ينبغي ألا يكون حدث غير صار، لأن في ناس كتير بتعتبر إن التقاعد ده حاجة مش كويسة، فهو بيقول إن هو ينبغي إن هو ما يكونش كده. ought مش هتنفع من غير to، need مش هتنفع من غير to، ومصنت بتيجي مع الحاجات اللي هو المنع والحظر والتحريم بموجب القواعد والقوانين، ودي مش هتكون مناسبة خالص في الجملة دي. رقم 17 which one has a perfect punctuation. الجملة اللي ترقيمها مثالي لترديل بتقول what a great goal، يا له من هدف رائع أو عظيم، بنحط exclamation mark. هنا ال W مفروض تبقى capital فده غلط، هنا حاطط question mark وده مش سؤال غلط، نفس الكلام محدش بيحط كومة في نهاية الجملة بالشكل ده. رقم 18 gardeners do many tasks in the yard. which detail below would not support this topic sentence. بيقول ان الجنينية بيقومون بكثير من المهام في الفناء او الساحة او الجنينة، يعني
ما التفصيل الذي لن يدعم التوبيك سنتنس دي؟ اللي مش هيكون داعم للتوبيك سنتنس دي هي ليتر اي اللي بتقول gardeners work long hard days. طيب ليه؟ رغم ان الجمل كلها بادئه بزي many gardeners gardeners كلها بتتكلم عن الجاردنرز. هو هنا حدد لك وقال لك do many tasks in the yard، في الفناء او في المكان اللي بيشتغل فيه. هنا قال لك بقى زي mow the lawn and trim the hedges، يعني هم mow دي معناها يجز او يقص، يعني lawn اللي هو العشب، وترم معناها يقلم، هيقلم الهيجز اللي هو السياج، يعني يمسك المقص كده وكل طراطيف الورق بتاعت الشجر اللي طالعه بره يقصقصها. دي معنى الجمله يعني. طبعا ده هيكون فين الشيء اللي هيعمله ده؟ هيكون في اليارد. طيب بيني جاردن بلانت فلاورز اند تريم تريز، هيزرع ورد ويقلم الاشجار، ده هيعمله فين؟ في اليارد. هنا قال لي جاردنرز ريموف ويدز، ويدز معناها الحشائش الضاره، هيزيل الحشائش الضاره ويزرع حشائش جديده، برضه ده هيكون فين؟ هيكون في اليارد. لكن هنا بيقول الجنينية اللي هم عمال الحدائق بيشتغلوا أيام طويلة شاقة. الجملة دي تمشي على أي كلام، لكن هنا كل الجمل دي لها علاقة بين باليارد، فدي كل الجمل دي تكون مناسبة، لكن جملة letter A مش هتكون مناسبة. رقم 19، which of the following is a present participle؟ ال present participle باختصار هو الفيرب ing، عشان انا ابسط لك الدنيا. لكن gun ده past participle اللي هو تصريف ثالث، دي بنسميها اسم المفعول، ودي بنسميه اسم الفاعل اللي هو present participle. to go ده اسمه full infinitive اللي هو مصدر كامل، و go دي اسمها bare infinitive اللي هو مصدر مجرد. رقم 20، what had been done was astonishing is a not sentence. حتى لو ما انتش عارف معنى الجملة، لمجرد وجود الفول ستوب تعرف ان الجملة دي هتبقى declarative sentence. اي نعم هي ممكن تكون imperative لانها برضو بتنتهي بفول ستوب، لكن مفيش جملة امرية بتبدأ بوات. exclamatory تعجب، وinterrogative يعني استفهام. والجملة معناها ما فعل كان مدهشا. رقم 21، the body of the essay includes not paragraphs of the essay. طبعا عارفين ان البودي بتاع الاسي بيكون في الميدل paragraphs بتاعت الاسي. رقم 22، for each of the following choose the correct sentence. الجملة الصحيحة هتكون letter C. it is we who must decide لحد الاخر. طيب ليه هي الجملة الصحيحة وباقي الجمل اخطاء؟ اول حاجة عندك هوم ده ضمير بيحل محل مفعول، ومستحيل ابدا يجي بعده فعل، يبقى دي اول ايه، اول حاجة، يبقى دي غلط ودي غلط. فضل عندك letter A، it is us who. في اللغة العامية ينفع تقول it is us، لكن في اللغة الفورمال اللغة الرسمية اللي انت بتتحاسب عليها في الامتحانات ما ينفعش انك تقول غير it is we. لاحظ الجملة الأولى منتشرة في اللغة العامية، بس هي غير صحيحة من ناحية النحوية، is not correct grammatically، مش صحيحة نحويا لكنها منتشرة. لكن اللي احنا اخترناها اللي هي الإجابة الصحيحة، هي الإجابة الصحيحة من الناحية الجراماتيكال من الناحية النحوية، لكنها غير منتشرة على ألسنة اللغة العامية أو على ألسنة العوام. لكن احنا زي ما بقولنا بنحل من اللغة الايه الفورمال. رقم 23، which of the following is incorrect. الجملة الغير صحيحة letter B اللي بتقول she is bad behaved، والخطأ اللي فيها ان bad دي مفروض تبقى badly، وتبقى صفة مركبة بالشكل ده badly behaved، ونحط كمان hyphen بين الاتنين. والجملة معناها she is badly behaved يعني هي سيئة السلوك. رقم 24، our النقط is a powerful way to end your essay and a way to help your reader remember your essay's message. طالما قال لك end your essay تنهي وتقفل وتختتم المقال بتاعك، فمستحيل هيبقى introduction، وكمان مش هيبقى hook، لان الهوك بتكون موجودة في الانترودكشن اللي هي الجملة الخاطفة اللي بتجذب الانتباه.
وكمان مش هتستخدم ترانزيشن اللي هي معناها كلمة انتقالية زي however و in addition و moreover والكلمات دي كلها طبعا ما بتختمش بيها. لكن هي ممكن تبقى كلمة clincher. طب يعني ايه كلمة clincher؟ معناها الجملة الحاسمة او الجملة الفاصلة. ايه الجملة الفاصلة او الجملة الحاسمة؟ دي جملة بتيجي بتستخدمها في نهاية الكونكلوجن، بتكون طريقة مؤثرة انك تختم بيها المقال، وكمان بتكون طريقة انك تساعد القارئ ان هو يفضل دايما متذكر الرسالة اللي انت بتحاول توصلها من خلال المقال بتاعك. دي بيتقال عليها كلينشر. رقم 25 The work is too difficult to do. نقط The work isn't easy enough to do. طبعا ده سؤال سهل جدا. انت عندك هنا is، يبقى تعمل السؤال المزايل بتاعك منفي، يبقى دي غلط ودي غلط. عندك هنا isn't، يبقى انت تعمل السؤال المزايل بتاعك مثبت، يبقى دي هتبقى غلط والإجابة هتكون letter C بالشكل ده. رقم 26 The rapid growth of population there would be not housing problems. لاحظ ان الشق الاول من الجملة ده يعتبر اسم. طالما ده اسم يبقى unless مش هتنفع، فاضل عندي A و B. خلي بالك كمان ان كلمة without نفس المعنى وبتأدي نفس الوظيفة بتاعت كلمة but for. فاضل عندي كلمة more وكلمة fewer. وعندك كلمة problems دي اسم ايه؟ اسم معدود، وينفع يجي معاها fewer وينفع يجي معاها more. يبقى انت هنا هتبص في المعنى وتحاول تفهم هتختار more ولا fewer. طيب بيقول the rapid growth of population اللي معناها نمو سريع في عدد السكان، واحنا هنا اخترنا بيقول لي but for و without الاتنين معناهم لولا. فهتقول لولا النمو السريع في عدد السكان كان هيوجد ايه؟ مشاكل اسكان. housing problem معناها مشاكل اسكان، مشاكل اسكان. بالمعنى هيبقى هتختار كلمة fewer، without مع كلمة fewer. يعني ايه بقى معنى الجملة كلها؟ لو ما كانش في نمو سريع في عدد السكان كان هيكون في مشاكل اسكان اقل، لكن لان في نمو سريع في عدد السكان فاحنا عندنا دلوقتي مشاكل اسكان اكتر، مش عارفين نسكن الناس. ده معنى الجملة. رقم 27 which sentence is correct. الجملة الصحيحة هتكون letter A اللي بتقول many problems arise from illiteracy. الجملة معناها ان مشاكل كتير جدا بتنشأ وتنجم من الأمية. الليترسي معناها الأمية. كلمة arise بتاخد حرف الجر from، او ممكن تاخد حرف الجر out of، فانت ممكن تشيل from وتحط مكانها out of، صح برضو. وممكن تشيل كمان كلمة result sorry كلمة arise وتحط مكانها كلمة result وتقول many problems result from illiteracy، برضو صح. طبعا ما بناخدش حرف الجر into ولا to ولا of مع كلمة arise، احنا ممكن ناخد out of او كلمة from. رقم 28 The students are made not hard for the final exams. كلمة are made بما انها مبنية للمجهول يبقى لازم يجي بعدها to زائد المصدر، يبقى دي غلط ودي غلط. فاضل عندي some و all. some ما ينفعش يجي ذا بينها وبين الاسم، يبقى الإجابة هتكون letter C. رقم 29 children نقط when they play. الإجابة هتكون letter C are often very noisy. letter A مش هتنفع لأن often ده هي مفروض تكون قبل كلمة make مش بعدها. ليه؟ لأن أنا عندي قاعدة بتقول احفظها، ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي. لازم often اللي هو ظرف تكرار يجي قبل الفعل، تيجي قبل make. وإيه كمان تكملة القاعدة؟ وبعد الverb to be. أهي ده verb to be، often جاية بعدها أهي، يبقى دي صح لكن دي غلط. احنا بنقول ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي، هنا عمل لك عك، حط لك المفعول قبل الفعل، ده غلط. وهنا حط الفيرب تو بي بعد الفعل، بعد ظرف التكرار، فده برضو غلط.
رقم 30 دي شرحناها باستفاضة، اللي هو which one has a perfect punctuation. الإجابة هتكون letter A، إن إحنا هنا مستخدمين السلاش اللي هي الشرطة دي في عمل كسر، ودي أنا شرحتها في الامتحان السابق، ممكن ترجع له عشان تاخد الموضوع باستفاضة. طبعا ما بستخدمش اللي هو هنا عامل لي الهايفن ولا السيمي كولن ولا البوينت أو الفول ستوب دي في عمل الكسور. ننتقل بعد كده الإجابات الريدنج كومبريهنشن. أول قطعة نمبر 1 إجابتها سي، نمبر 2 إجابتها A، نمبر 3 إجابتها سي، نمبر 4 إجابتها سي، ونمبر 5 إجابتها A، نمبر 6 إجابتها D، نمبر 7 إجابتها B، نمبر 8 إجابتها سي، نمبر 9 إجابتها B، نمبر 10 إجابتها D. وبالنسبة للقطعة التانية نمبر 1 إجابتها سي، ونمبر 2 إجابتها A، نمبر 3 إجابتها D، نمبر 4 إجابتها B، ونمبر 5 إجابتها A، ونمبر 6 إجابتها C، نمبر 7 إجابتها C، نمبر 8 إجابتها A، نمبر 9 إجابتها B، نمبر 10 إجابتها D. ننتقل بعد كده لسؤال الترانسليشن، سؤال الترجمة. أول قطعة بتقول earthquakes can result in fires. الإجابة هتكون letter D، الزلازل يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرائق. الأخطاء اللي موجودة عندك حرف الألف، الخطأ في كلمة يزيل بالطاقة الكهربية، في كلمة يزيل هو قال damage اللي هو معناها يضر بالطاقة الكهربية مش يزيل. نفس الخطأ موجود في لتر بي، والخطأ في لتر جيم كلمة الخطوط اللي هي برضو موجودة في حرف البي، هو قال electric power اللي هي الطاقة الكهربية مش الخطوط الكهربية. القطعة التانية بتقول true happiness means satisfaction. الإجابة هتكون حرف البي، السعادة الحقيقية عن الرضا. الأخطاء اللي موجودة عندك في حرف الألف، في كلمة العلاقة الفعالة هو قال positive relationship اللي هي العلاقة الإيجابية مش العلاقة الفعالة. كمان حرف الجيم، الخطأ اللي في كلمة المشاركة هو قال relationship مش المشاركة. حرف الدال برضو نفس الخطأ، كلمة العلاقة الفعالة. اللي بعدها رقم 3 بيقول العدالة هي إحدى القيم الأساسية. الإجابة هتكون حرف letter D، justice is one of the fundamental values. الأخطاء اللي موجودة عندك في letter A، justice one من غير الفعل is، فده غلط. letter B الخطأ اللي فيها في كلمة value، one of the بيجي بعدها كلمة جمع، فلازم value تبقى values جمع، إحدى القيم مش إحدى القيمة. letter C الخطأ اللي فيها إن كلمة values كلمة زي ما قلنا كلمة جمع، وأدي ذات جاي بعدها فعل مفرد، طالما values جمع يبقى لازم يجي بعدها فعل جمع بالشكل ده، مش فعل مفرد، مش فعل مفرد زي ما هي موجودة هنا في letter C. رقم 4 أتاح بنك المعرفة المصري الحصول. الإجابة هتكون letter A، the Egyptian knowledge bank has made it possible to gain. والأخطاء اللي موجودة عندك في letter B، في كلمة has been made اللي هو مبني المجهول، احنا عايزينها مبني المعلوم has made فدي غلط. letter C has made possible من غير كلمة it فدي برضو غلط. وهنا استخدم كلمة win information، واحنا طبعا information بنستخدم معاها الفعل gain اللي هو معناها يكتسب أشياء معنوية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، أتمنى لكم جميعا التوفيق. استنوا الحلقة الجاية إن شاء الله هنشتغل مع بعض general exam رقم 36. أتمنى لكم جميعا التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.